أنا نازح لا سائح، عبارة بات يكررها غالبية النازحين في محافظة إدلب خلال الأشهر الفائتة. فبعد الهروب والنزوح من القصف والموت، غدا حلم العائلات النازحة الحصول على بيت ولو غرفة يأويها من برد الليل والأيام والغربة. لكن هذه الأماني والأحلام غالبا ما تصطدم بواقع ارتفاع أسعار الإيجارات في المحافظة بشكل جنوني، ظاهرة وإن لم تخلقها موجة النزوح الأخيرة، غير أنها بحسب البعض أخذت تتفاقم مؤخرا في ظل ازدياد الطلب على البيوت وموجات النزوح وقلة الحيلة من الأهالي. نعم، بينما يرد البعض أسباب هذا الارتفاع لغياب جهات رقابية محلية، فإن هناك من يربطه أيضا بتلاعب أصحاب المكاتب العقارية. فإذا عن أسباب ارتفاع إيجارات العقارات في إدلب وكيف يتعامل النازحون وأهالي المحافظة أيضا مع هذا الواقع الجديد، رح يكون موضوع حلقتنا لليوم. بالبداية خلونا نشوف التقرير. ونحن كمان بدنا نعيش، هي أكثر العبارات التي تتردد على مسمعك عندما تسأل عن أسباب ارتفاع أجور المنازل في الشمال السوري بعد أن تضاعفت لأكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه العام الفائت، وما تزال في ارتفاع وأحياناً مع شروط تزيد من معاناة النازح. يجينا لهون مشان نسكن، ما حد يخلينا نسكن، بدك يا تستأجر بيوت وبيوت قالية ما بيها أجار، جينا على الأرض هاي أرض وعرة، قال بدهم أجار، رحنا على المكتب بدهم أجار، طلبوا منا 100,000، أعطيناهم 100,000، خلصت 100,000 بدهم يرحلونا، جونا على 3 4 أيام بدكم ترحلون من هون، يا بتشتري يا بترحل. جبارنا اشترينا وهم مثلا ما عندنا حق، حتى الحق اللي ندفعه مثلا المشترى ما عندنا. وسط غياب المحاسبة وعدم المبادرة من الجهات المؤثرة لإيجاد حلول تحد من استغلال أصحاب العقارات لحاجة النازحين والمهجرين، اضطر كثيرون إلى بناء منازل إسعافية لا تزيد كلفتها عن إيجار المنزل الواحد لعدة أشهر مرغمين على هذه الخطوة. يدفع المستأجر إضافة إلى إيجار 3 أو 6 شهور مقدماً مبلغ تأمين يقدر بما يزيد عن 100 دولار أمريكي تقريباً، وعمولة للمكتب العقاري تقدر بإيجار نصف شهر. وهذا ما أثار غضب النازحين الذين لا يملكون قوت يومهم بطبيعة الحال. تعاملنا معاملة ما كنا نتوقعها، إنسانية ما في، ظلم ما بنوصف، على أساس في مجلس محلي أو في حكومي، لا مجلس محلي ولا حكومي، المظالم بالشوارع، أين اللحم التفت؟ ظلم. اللي بيحتاج بده يبيت سيارته أو موتوره بده يدفع أجارها، ونحن عالم فقيرة، غالب العالم طلعوا بباطاتهم هيك بدون بثيابهم. يعلل بعض أصحاب المكاتب العقارية هذا الغلاء بانخفاض القيمة الشرائية للليرة السورية واضطرار الأهالي إلى رفع مبالغ الأجور بما يتناسب مع ذلك، بينما عزا آخرون السبب إلى الاستغلال لا أكثر. نحن كمكاتب عقارية هذه شغلنا هيك بتطلب، بس في استغلال، إنه ما في استغلال في استغلال وفي غلاء. أنا نازح أبى أحاول أسهل مع العالم كتير كنازح، ما عندي استغلال، ما في استغلال أبدا، غير عالم غير مكاتب عقارية في الدولار، 50 دولار و100 دولار و200 دولار. ارتفعت الإيجارات في الشمال بعد تزايد العرض والطلب على المنازل إثر عملية التهجير، إذ نزح ما يزيد عن 500,000 إنسان باتجاه الحدود السورية التركية وفق ما ذكره منسقو الاستجابة، عدا عن كثيرين آثروا البقاء تحت القصف لعدم امتلاكهم المبالغ المترتبة على النزوح، ما يجعلهم عرضة للخطر في كل لحظة. فهل من الممكن أن تتحرك الجهات الفاعلة لإيقاف هذه المأساة المتزايدة يوماً بعد يوم؟ للحديث أكثر حول هالموضوع رح يكون معنا عبر سكايب الأستاذ محمد القاسم مراسل صحفي، والأستاذ منار عبد الرزاق صحفي سوري. أهلا وسهلا بكم. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبدأ حديثنا اسمحوا لي أطرح على مشاهدينا سؤال حلقة اليوم: ما أسباب ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة إدلب؟ هل هو النزوح وزيادة الطلب أم تلاعب المكاتب العقارية؟ هذا السؤال موجود على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، يا ريت تغنوا يعني فقرتنا بتجاربكم بهذا الخصوص. راح نبدأ معك أستاذ محمد، مساء الخير.
يسعد مساك أيهام ويسعد مساء كل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. حاليا محمد كم أسعار الإيجارات في إدلب؟ طبعا بالنسبة لأسعار الإيجارات تختلف وتتفاوت من منطقة إلى أخرى، وطبعا الزيادة تكون تدريجيا من مناطق الجنوب باتجاه الشمال، كل ما النزح اتجه باتجاه مناطق الشمال كل ما ارتفعت أسعار الإيجارات. هل لأنها أكثر أمانا يعني كل ما اتجه إلى الشمال بترتفع الأسعار؟ تماما أيهم، يعني الخط الآمن يعتبر لأهالي ريف إدلب الجنوب هي ابتداء من مدينة إدلب باتجاه مناطق الشمال لتوصل للحدود السورية التركية. طبعا مدينة إدلب وما وممكن نقول أريحة، ولكن أريحة بالآونة الأخيرة صارت تتعرض للقصف. أسعار البيوت تتراوح من 20,000 لحدود 50,000 بإدلب المدينة. كل ما اتجهت باتجاه مناطق الشمال ترتفع الإيجارات حتى تصل إلى منطقة سرمدة، وهي أغلى منطقة بكل الشمال السوري. تقريبا بتوصل الإيجارات فيها بحسب طبعا النازحين اللي راحوا لهونيك من $100 اقل شيء، طبعا هاي $100 بيومنا هذا صارت نادره. نعم. الى حدود 400 و500 و600 دولار لبيوت مؤلفه من غرفه او غرفتين او ثلاث غرف، يعني ليست بالبيوت الكبيره ولا تستحق هذه المبالغ الكبيره جدا لقاء اجاره. نعم. بالانتقال الى الاستاذ منار، برايك ما سبب هذا الارتفاع الجنوني في ايجارات المنازل؟ نعم عزيزتي، بالنسبة لما يجري ويحصل الآن في ريف إدلب، أعتقد أن هذا الارتفاع هو دائما مرتبط في قلة أيضا قلة السكن، الكتل السكنية المتبقية على الحدود السورية التركية، وكثرة عدد النازحين وأهلنا الذين يتعرضون للقصف اليومي قبل طيران النظام والروس. وبالفعل هناك حملات نزوح كبيرة وكبيرة للغاية، إحصائيات غير دقيقة حتى الآن تتحدث عن نزوح ما يقرب من 400,000 شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى الشمال السوري. ارتفاع الأسعار تماهى مع حالات النزوح، للأسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس ممن يستغلون حاجة النازحين للسكن وإيجاد مراكز للإيواء والبحث عن مركز آمن لهم يقين من إجرام الطيران. وأقول حقيقة لا توجد في الشمال السوري منطقة آمنة بمعنى حقيقي، كل المناطق هي معرضة للإباحة من قبل طيران النظام، لكن هناك منطقة أكثر أمنا نسبيا من باقي المناطق وهي تركز على الحدود. من خلال معاينتي ومتابعتي لما يجري في الشمال السوري وبالتحديد في المنطقة الممتدة من حارم وليس انتهاء بباب الهوى، وكوني ابن هذه المنطقة أقول صراحة هناك البعض من التجار ممن يقومون بشراء أراضي وممن يقومون ببناء تجمعات سكنية وممن يغرون أصحاب هذه الأراضي بمبالغ طائلة وهائلة. اليوم نتحدث عن كلفة منزل سكني في الشمال السوري وبالتحديد ما بين أطمة وعقربات وصرمدة وهذه المنطقة الحدودية، يبلغ اليوم سعر أقل بيت حوالي $20,000، وهذه القيمة الشرائية ارتفعت، أعود وأكرر، بفعل ازدياد حركة التجار ممن هم من النازحين، يعني أنفسهم ممن فقدوا كل ما يملكون في أراضيهم وديارهم واضطروا للنزوح إلى الشمال السوري. طيب منار، عفوا، يعني في نقطة، بما أنك أنت ابن تلك المنطقة، البعض يقول أن البعض النازحين يقومون بشراء قطعة أرض مثلا زراعية وتحويلها إلى بناء أو مبنى، يعني بيبنوا بشكل عشوائي منزل أو بيت، ما دقة هذا الكلام؟ نعم عزيزي أيهم، بالتأكيد هذا ما يحصل، حتى البعض قام ببناء أبنية سابقية في هذه الأراضي التي قام بشرائها، وأصبحت اليوم ترى في الشمال السوري تجمع حمصي وتجمع رقاوي وتجمع على أرض زراعية. على أرض زراعية بالتأكيد. يعني هل برأيك نحن ممكن نشهد مستقبلا ضياع تلك الأراضي الزراعية وعشوائيات بدل عنها؟ بكل تأكيد، اليوم حقيقة أنا أتحدث عن أراضي الزيتون وهي منطقة مشهورة بزراعة الزيتون، وهي يعتمد السكان بشكل رئيسي في هذه المنطقة على زراعة الزيتون. اليوم المحصول الزيتون أو الناتج
عن هذا المحصول لم يتجاوز لم يتعدى العدة لترات بعد ان كان يعتبر الرزق الاساسي للسكان لجميع تلك المناطق فعلا. ابقى معنا لو سمحت محمد. يعني ذكر منار بعض الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار الاجارات، من اكثر شيء هو زياده الطلب، يعني زياده الطلب وقله العرض. هل يعني عندك وجهه نظر اخرى؟ طبعا ايهم، اللي غلى اسعار الاجور اكيد هي موجه النزوح الاخيره وضخامه اعداد النازحين. بحسب تقديرات منسقو استجابه سوريا بانه عدد النازحين وصل ل 670 الف نسمه اتجهوا من مناطق الجنوب باتجاه مناطق الشمال. هي الاعداد الكبيره وصلت على دفعات، اول دفعات وصلت ممكن وجدت منازل جيده باسعار الى حد ما مقبوله، ولكن بالتواتر بتواتر وصول النازحين الى هذه المناطق ارتفعت الاجار. طبعا سابقا قبل الموجه كان سعر اجار البيت يتراوح بين 25 الف لل 50 الف، ولكن بعد النزوح وصل لل 50 و 100 الف، يعني 200 دولار او 300 دولار. طبعا المشكله اللي واجهوها النازحين ليس فقط غلاء اجار المنزل ايهم، ولكن طلب اصحاب المنازل دفع سلف شهور للامام، يعني صار يطلب مثلا 200 دولار للبيت وبده سلف 3 شهور لقدام، فصار الناس يضطر يدفع 600 دولار لحتى انه يحسن يسكن ويتقوى. وطبعا هو مفروض عليه هذا الواقع لانه هو اخر شيء اذا ما استجاب راح يضل في العراء. طبعا هو اصلا مبلغ يعني كبير جدا بالنسبه لنازح يعني وفقد كل شيء. تماما ايهم، وكمان في اضافه الى هذا العبء الاجار كان في ايضا امور اخرى اللي هي موضوع دفع تامين لاجار البيت، صار ياخذوا 100 دولار تقريبا فوق اجار الاساسي للبيت، وبالاضافه كمان لعموله المكتب العقاري. يعني اليوم المكاتب العقاريه صارت تاخذ نص اجار شهر نتيجه تامين المنزل للنازح، فهذا الشيء كان يشكل كثير تمابع على صاحب على النازح اللي بده يستاجر. بالنسبه طبعا نحن عم نحكي هدول عن الناس القادرين الى حد ما على انهم يستاجروا بهيك اسعار، اللي معهم مبالغ ماليه كانوا حاطينها لحالات الطوارئ، ولكن الناس الاشد فقرا او الاقل قدرة على الأجار صاروا يضطروا يروحوا يعني على الأراضي الزراعية، مثل ما حكى السيد منار أنه هي أراضي زيتون فصاروا يعمروا قبل العمار. في بداية النزوح صاروا أهالي الأراضي نفسهم صاروا ينزعجوا من النازحين، لأنه من صار فيها ناس تسكن وتعمر خيام فهي رح يتأثر على الموسم وعلى حمل الزيتون، فصاروا يطالعوا النازحين من هاي الأراضي. طبعا في ناس مثل ما ذكر سيد منار انه تجار يشتروا اراضي صاروا يبيعوا الارض. طبعا سابقا هي كانت موجوده هاي الزهره ولكن بكميه قليله، كانوا يبيعوا متر الارض بما يعادل 2000 ليره سوري للبناء. طبعا هي اراضي عشوائيات او اراضي مشاع، هي كانت اراضي دوله سابقا. فحاليا بموجه هاي النزوح صار ينباع متر الارض ب 6000 ليره سوري. هاي العمليات البيع صارت تشكل ظهور عشوائيات او بما يسمى منازل صفيح. هاي المنازل هي عبارة عن كل بيت يعمر على مساحة 100 متر مربع، عبارة عن غرفتين ومثلا صالون صغير بكثير مواد بناء بسيطة جدا بمقومات غير صالحة بالأساس للسكن، ولكن اضطراريا بدل هذا النازح ما يروح يدفع مثلا 600 دولار على أجار 3 شهور بيشتري هاي الأرض وبعمرها وبيسكنها بقيمة 2000 دولار، فهو إذا بده ينزح لمدة أقل من سنة فهو بيكون بدل ما يدفع أجار فهو هون اشترى أرض وعمر عليها. ولكن هاي المساكن برجع أقول إنه غير صالحة للسكن بشكل نظامي، لا تناسب السكن الإنساني بشكل عام. نعم أستاذ منار، الأستاذ محمد ذكر الأعباء الزيادة على النازح اللي عم تكون أوقات مثل أنه يطلبوا منه تأمين، مثل أنه يطلبوا منه سلف مبلغ معين. في أيضا بعض النازحين اشتكوا من موضوع قيام بعض المكاتب بتوقيعهم عقود لمدة 3 أشهر فقط لأنه ممكن يتغير سعر الدولار. لماذا لا يتم ضبط هذه المسائل؟ ما يجري الآن بالفعل هو في هناك موجة من الاستغلال وهناك انتعاش فيما يسمى بسوق السماسرة وتجار الأراضي، وهم دلالي ما يطلق عليهم في الشمال بدلالي الأراضي. هم يقومون بالفعل باستغلال حاجة مع المحاكم. أستاذ منار يبدو في مشكلة. نعم تفضل استاذ منار عم نسمعك. اسمعك اقول نعم، للاسف شديد هذه المشكله موجوده. هناك انتشار وتفشي لظاهره السماسره والدلالين وما يطلق عليهم بالدلالين الاراضي وتجار الاراضي،
نعم يقومون باستغلال هذه حاجة هؤلاء الناس، وأيضا يتعاونون من خلال الضابطة العدلية أو ما يسمى بالمحاكم الشرعية المتواجدة بالشمال للضغط على النازحين من أجل توقيعهم على عقود أسميها أنا عقود الحاجة، تمام، وبالتالي المضطر يعني الكتلة النقدية اللي بيكون حاصل عليها أو بيكون هو مجمعة أو بيكون هو مخبية لهي الأزمات للأسف شديد هي بتخلص بشكل سريع وبالتالي بتلاشها في أيام قليلة. ما أود ذكره أيضا للأسف شديد سجلت حالات كبيرة وكثيرة أيضا في المخيمات ذاتها، إذ بلغت سعر الخيمة الواحدة في مخيمات أطمة وما حولها حوالي 100,000 ليرة سورية. إذن حتى في الخيام نعم، والخيمة المهترئة حوالي 40,000 ليرة سورية، هذه تباع من قبل النازحين أنفسهم في النازحين الأقدميين مثل ما يطلق عليهم أو النازحين اللي هن موجودين اللي نزحوا قبل يعني بال 2012 و2013، نعم. وبالتالي الكل يستغل يعني هذا مثل فروغ عم ينطلب منهم، فروغ يعني هو مجرد مقابل فقط حصوله على هذه الخيمة. نحن نعرف أن هناك ترهل في عمل المنظمات، هناك قلة في استجابة هذه المنظمات لحاجات النازحين، وبالتالي هناك من يقوم من النازحين أنفسهم الذين لجأوا أو نزحوا في أيام سابقة يقومون باستغلال حاجز النازحين الجدد للمسكن ويقومون بتأجير أو ببيع هذه الخيام بمبالغ كبيرة ما بين $100 و$200. نعم. خليكم معنا ضيوفنا لو سمحتوا ومشاهدينا، خلينا نشوف الانفوغراف التالي حول قصة وخلفية ارتفاع الإيجارات في محافظة إدلب ونعود. أستاذ محمد، كان في حديث أنه بعض المنازل عم يكون فيها عائلة واثنين وأحياناً ثلاثة وأعداد كبيرة من الناس في نفس البيت وأحياناً بظروف غير صحية، ما أسباب ذلك؟ وهل هذا شيء يعني استثنائي ولا يعني موجود؟ تماماً أستاذ إيهام، بدي أحكي لك قصة من البداية. للأسف يعني أنه في كل طبعاً مثل المزارعين عندهم موسم مثلاً زراعة بينطروه من سنة لسنة،
للأسف صاروا أصحاب أغلب أصحاب المنازل، أو ما بدي أقول أغلب يعني نسبة لا بأس بها، صاروا يعتبروا موجات النزوح هي عبارة عن موسم حقيقي لهم للكسب المادي، فلهيك صاروا يلعبوا على هذا الوتر. يعني أنا بعرف بعض الحالات أنه مثلا أب عنده منزل مسكن فيه ابنه، فلما صارت موجة النزوح رجع ابنه لعنده على البيت يسكن معه، وخلى ومشان يأجر البيت ويستفاد من أجره طبعا، وبقيمة ليست بقليلة وبعقود لسلف لشهور للأمام. هذا الشيء دفع العائلات اللي إمكانياتها المادية متواضعة، ومثلا مثل الأب وعنده أولاده اثنين متزوجين مثلا، صاروا يسكنوا سكن مشترك، صارت البيت اللي مثلا ثلاث غرف يسكنوا فيه ثلاث عيال كل عائلة بغرفة، على أمل أنه ما تطول أزمة النزوح، وأنه مثلا شهر أو شهرين بيتحملوا هذا الضغط المعيشي ضمن بيت واحد وعدد أفراد كبير، على أمل العودة لمنازلهم وقراهم. ولكن مع طول فترة النزوح هذا الشيء صار صعب كثير، يعني الإنسان بيتحمل أنه يعيش بهاي الكثافة السكانية ضمن المنزل الواحد لمدة محددة أو قليلة، فلهيك صاروا يضطروا يستأجروا بيوت ثانية لحتى يخففوا الضغط المعيشي. ولكن للأسف بعض العائلات التي لا تمتلك مقدرة مادية على استئجار منزل آخر، أنا بعرف عدة عائلات صارت ترجع لقراها، أنا أذكر منها في مدينة كفرنبل، عادت عدة قرى طبعاً. وإيمتى يعودوا؟ يعودوا في رأس الشهر عند انتهاء مثلاً دفع الأجار، اللي مستأجر شهر مشان ما يجدد شهر جديد، فكان يرجع على مدينته، كان يرجع من هون يضلوا يوم أو اثنين أو ثلاثة، تصير حملات قصف كثيفة بشكل غير محتمل، فيضطروا يرجعوا ينزحوا مرة ثانية، يردوا يرجعوا محل ما نزحوا. طبعاً محمد، أنت عم تذكر الأسعار، عم تذكر الأسعار بالدولار، يعني هل العقود هناك عم تتم بالدولار ولا يعني عملات أخرى؟ طبعا بالنسبة لمناطق الشمال مثل مثلا سرمدة يعني أبرزها يتم بالدولار، بس ممكن القرى الصغيرة بالشمال ممكن بالسورة ممكن بالدولار حسب صاحب البيت. ولكن كنت أخبرك أنه العائلات الفقيرة جدا اللي بعد ما ترجع تنقصف ترجع تنزح مرة ثانية ما ترجع لنفس المكان، أول شيء بسبب المسافات البعيدة، يعني اللي بده ينزح لمدينة سرمدة أو أطمي أو قاح، فهي أجار السيارة الطلب عم بيحط 20,000 ليرة سوري أو ما يعادل 50 دولار تقريبا، فلهيك صاروا يتوجهوا على القرى الأصغر والأقرب باتجاه الريف الجنوبي، أول شيء لتوفير أجور النقل، وثاني شيء ليكون الأسعار أرخص أو أقل باعتبارها قرى صغيرة وباعتبارها أيضا قرى معرضة للقصف أكثر من قرى مناطق الشمال. نعم أستاذ منار، يعني هل هنالك أي مبادرة أو فكرة لتخفيض أسعار الإيجارات قليلا، أو يعني وضع حد أعلى للإيجارات على الأقل، أم أن الأمر يعني اليوم خاضع لمنطق السوق فقط؟ هي للأسف شديد قامت عدة تجارب في من قبل المجالس المحلية لتسعير أجار المنازل، وأذكر منها بالتحديد في الأثارب وفي أيضا في دير حسان وفي غيرها من المناطق، لكنها لم تلقى جوابا. يعني مجلس محلي لا يقوم بالتوثيق إذا كانت أكثر من ذلك، لكن للأسف الشديد ضعاف النفوس وأصحاب المنازل من يظن في أن هذه المنازل هي حق مكتسب لهم، وبالتالي هم يحاولون من خلالها إيجاد وسيلة للتكسب والرزق، لا يلتزمون بتلك التسعيرات. أضف إلى ذلك أن عدد كبير من المنظمات أسهم بشكل كبير في ارتفاع أجارات المنازل في الشمال السوري، وأعطيك على سبيل المثال إحدى المنظمات لديها مقاضة في مدينة أدانا القريبة من معبر باب الهوى الحدودي، هذا المقر تدفع إيجاره الشهري أكثر من 1,100 دولار، تمام؟ وبالتالي البعض من أهالي هذه المنازل ينظر إلى النازحين على أنهم هم من مصدر رزق من علية القوم، وينظر على أنهم مماثلين للمنظمات، وبالتالي هو يحاول أن يطمع فيهم. مع الإشارة مع التنويه لأن عدد كبير من المنازل ومن الأهالي في الشمال السوري قاموا بإسكان النازحين على نفقتهم الخاصة ودون أي بدل مادي. وأقول يعني اليوم في قاح ولا في عقربات ولا في أطمة ولا في عدد من المناطق من هذه القرى، أذكر أنا على سبيل المثال ما لا يقل عن 200 منزل تم إعطاؤهم للنازحين بشكل مجاني. صحيح. لكن حقيقة هذه الموجة الكبيرة من النزوح سببت هذه الأزمة وضعاف النفوس، هي للأسف شديد من تستغل حاجة الناس للمسكن، وخاصة الهاربين من جحيم القصف في ريف إدلب الجنوبي.
صحيح، ذكرت نقطة كثير مهمة، إنه في ناس كثير فعلا فتحت بيوتها للنازحين واستقبلت ناس، وحتى إذا عندها كان بيوت تانية كمان فتحت هي البيوت وما أخذت منها مصاري أبدا لقاء الأجار، وهذا الشيء واضح هلا بالتعليقات اللي رح أقرأهم. بس بداية بالنسبة لنتيجة سؤال حلقة اليوم، أسباب ارتفاع إيجارات المنازل في محافظة إدلب؟ كانت النسبة 60% النزوح وزيادة الطلب و40% تلاعب المكاتب العقارية. بعض تلك التعليقات خيرية لمحمد عم تقول أنا من محافظة إدلب، نحن استغلنا ابن بلدنا ونحن استغلنا أهل شام وحمص وباقي وحما وباقي المحافظات. يعني بعض التعليقات أتت أنه فعلا في استغلال. وفي حمود قنطار كاتب أنا من قرى جبل الزاوية، من بداية الثورة إلى حد الآن أهل قريتنا لم يأخذوا قرش مقابل البيوت التي سكنت من النازحين. التعليق اللي تحته، الناس صار ما عندها ضمير، بس كل شيء عند الله مكتوب ورح يتحاسب كل واحد على هالشيء. أكيد يعني، وفعلا نحن يعني من ضمن صوتنا ومنتشكر فعلا أي حدا استقبل نازح وما أخذ منه أو فتح له بيته، لأنه أكيد يعني هالشيء ما بيضيع عند الله. أكيد إن شاء الله منشوف بالأيام القادمة مبادرات لنظم يعني وضبط موضوع الإيجارات وغلاء الإيجارات. رح أشكر في نهاية هذا الحوار كل من محمد القاسم مراسل صحفي، وأيضا منار عبد الرزاق صحفي سوري. شكرا جزيلا لكما. شكرا لكما. شكرا. مشاهدينا متابعين معكم برنامجنا، ولكن بعد فاصل قصير.